خلونا نذهب لأمر آخر، وهي بعض المتابعات لبعض القضايا اللي احنا كنا أثرناها. كنا اتكلمنا على فواصل الكوبري 6 أكتوبر، وبالفعل السيد رئيس الوزراء عقد اجتماع هذا الأسبوع، بداية هذا الأسبوع أو نهاية الأسبوع الماضي، مع يعني أعتقد مقاولين العرب والمسؤولين في المحافظة عشان نشوف موضوع كوبري 6 أكتوبر. لسه ما فيش قرار، لكن بنشكر اهتمامه بهذا الأمر. أيضا أعتقد بدأ كمان الكلام على مشروع الطرق والمشروع القومي للطرق اللي كنا اتكلمنا عليه، واللي قلنا أن معدلات التنفيذ فيه ضعيفة فيه، لكن برضو السيد رئيس الوزراء اهتم بهذا الأمر واهتم بمشروع الطرق وكمان سلامة الطرق. سلام، ما فيش سلامة على الطرق مرة أخرى، مش بس قصة زميلتنا رانيا، ولكن الطريق الدائري من شوية كان عليه بلطجية بيوقفوا الناس وبيكسروا العربيات. لا يوجد أمن على الإطلاق، بوجه كلامي للسادة في الداخلية، ما فيش أمن على الطرق. الدائري ما عليهوش بني أدمين، مظلم طول الوقت مساء، وما عليهوش لا دوريات راكبة ولا دوريات ثابتة ولا أي حاجة ولا كاميرات، وحفر بقى حدث ولا حرج. يعني مهندس أشرف حلمي، مدير مديرية الطرق والكباري بمحافظة القاهرة، مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ أهلا بيك. كوبري 6 أكتوبر أخباره إيه والفواصل العنيفة؟ إن شاء الله بطمن حضرتك وبطمن السادة المشاهدين إن كوبري 6 أكتوبر آمن، وإن شاء الله بالنسبة للفاصل بتاع الكوبري 6 أكتوبر اللي عليه المشكلة بفضل الله، إحنا دلوقتي كلفنا مكتب استشاري كبير جدا، هو مكتب محرم بخوم وشركة المياه العرب، كلفنا للإصلاح. السيد رئيس الوزراء مهتم جدا بهذا الموضوع، وبفضل الله خلاص تم وضع حل، وفي خلال اسبوع ان شاء الله هنبدا الحل ان شاء الله. هو احنا مش ممكن نغير المقاولين العرب؟ ليه يا فندم؟ علشان هي اللي عملته 500 مره وعملت الدائري 500 مره، مع احترامي ليها يعني، لكن دايما عندنا مشكله. مع احترامي انا بحب المقاولين العرب وشايفه انها شركه عظيمه، لكن في حاجه غلط. احنا عملنا الدائري ده اتعمل مليون مرة واستحملنا النتائج وبينتهي بنفس النتيجة. اللي حضرتك شايفه ده اتعمل 500 مرة برضو ومفيش امل. طب ما نجرب، ما نغير الشركة بقى ولا نعمل ايه؟ لا يا فندم، توضح لحضرتك نقطة بس لطيفة، ان الفاصل دوت يعتبر من اكبر الفواصل في الكباري في مصر، اللي تحت الحركة فيه حوالي 50 سنتي، والفاصل بتاعه ده حضرتك بنوع معين مستورد ماشي. طبعا حضرتك عارف السنين اللي فاتت احنا مرينا بظروف صعبه في البلاد، منعت الاستيراد فيها. طيب لذلك احنا صرفناها مده كبيره، لكن حضرتك دلوقتي احنا فعلا بصدد وضع حل نهائي ان شاء الله. امتى بقى؟ لان انت حضرتك عارف طبعا ان الفاصلين اللي عاملين المشكله دول بيوقفوا السكه، لانهم كانهم بالفعل كانهم في حفره في الارض. بالفعل حضرتك احنا فعلا لو حضرتك بعت حد تحت الكوبري هتلاقي ان احنا بدانا نوصل استقالات الاستشاري مع الشيخ دلوقتي، بيعملوا معاينات نهائيه وتم وضع فعلا حلول نهائيه فعلا هنبدا نشتغل فيها من خلال الاسبوع القادم ان شاء الله بامر الله. طيب خلينا نشوف ماذا سيحدث. بشكرك مهندس اشرف حلمي، مدير مديريه الطرق والكباري بمحافظه القاهره.